بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام، نحييكم في هذا الصباح الجميل على ميدان الشحانية وضمن السباق المحل الثامن في هذه المنافسات الصباحية مع سن اللقاية ومع شعارات أبناء القبائل، حيث نشاهد متابعينا الكرام انطلاقة الشوط الثالث عشر الذي اندفع قبل لحظات لنتابع هذه المنافسات ونتابع هذه الإثارة على مدار الخمسة كيلو متر. هذا الشوط الخاص بالإبكار الذي يسير بتحديات وإثارة نتابعها من خلال هذا الاندفاع الممتاز، وإلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول إلى الصدارة مباشرة إلى المقدمة مع تقدم الذيبة راشد بن مبارك بن حمد الشهواني، من يقدم لنا الذيبة إلى مقدمة وصدارة هذا الشوط. بينما في المركز الثاني نتابع التواجد من أثير اللي خذت المركز الثاني في هذه اللحظة بشعار عبيد بن نصيب بن عتيق السبوسي، من يقدم لنا أثير المنطلقة في هذا المسار الجميل على المركز الثاني. أما في ثالث المراكز فنتابع التقدم في هذه الأثناء متابعين الكرام من العزلة اللي وصلت بشعار غصاب بن عبد الله راع الطيره العامري، من يقدم شعاره من خلال تواجد العزله خذت المركز الثالث. المركز الرابع اشاهد ايضا الحضور في هذه اللحظات من هملوله سعد بن جابر بن راشد بن عليان، من يقدم لنا شعاره من يقدم لنا هملوله في المركز الرابع. المركز الخامس تصل في هذه الاثناء مشاهدينا الكرام هذه قصايد بشعار عبد الله بن مطر بن ضابط الدوسري، من يأتي مع قصايد محتلة لخامس المراكز. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام، هذه الأسماء الخمسة، هذه الشعارات التي تسير في مشهد البداية مع أول ندى في منافسات وتحديات هذا الشوط. ولكن عودتنا إلى المقدمة، عودتنا إلى الصدارة وإلى مقدمة هذا الشوط مع شعار الشهواني المتقدم مع الذيبة على المركز الأول. هذه الذيبة مشاهدينا الكرام على مقدمة وصدارة الشوط، راشد بن مبارك بن حمد الشهواني من يدفع بالذيبة على المقدمة بهذا الانطلاق بهذا الاندفاع. بينما في المركز الثاني تتواجد وتنطلق أثير، عبر الأثير هنا تحضر بهذا الوجود الممتاز. عبيد بن نصيب بن عتيق السبوسي يقدم شعاره مع أثير بهذا الانطلاق. بينما في المركز الثالث ثالث المراكز نتابع العزلة القادمة بشعار عطيرة على المركز الثالث تتواجد وتنطلق بهذا المسار الممتاز. غصاب بن عبد الله بن مصبح راع الطيرة من يقدم لنا شعاره ويدفع بالعزلة على المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع وتابع المتقدمة هذه هقوة غانم بن مبارك بن راشد الحباب الهاجري، ولكن تتدخل في هذه اللحظات شقرة صقر بن راشد بن صقر المريخي، بدأ يقدم شعاره بوصول وانطلاقة شقرة خذت المركز الرابع. المركز الخامس هناك هقوة غانم بن مبارك بن راشد الحباب الهاجري، من يقدم لنا هقوة على المركز الخامس. النتيجة للمراكز الخمس، ولكن تحركت الشعارات خلف المراكز المذاعة بدأت تقترب في هذه اللحظات بهذا التدافع الممتاز نحو الفايف ستار. هذه النتيجة، هذه المراكز الخمس، وهذه أجواء ميدان الشحانية اليوم، أجواء ماطرة، أجواء استثنائية رائعة وجميلة ترافق الأصايل بهذا التحدي الصباح الممتاز مع السباق المحل الثامن. عودة إلى المقدمة، عودة إلى الصدارة، إلى البداية الأولى لنتابع مقدمة وصدارة الشوط اللي غيرت هنا كثير، غيرت مع الصدارة، غيرت مع المقدمة، تقدمت في هذه اللحظات 1500 متر عن خط النهاية وأثير على مقدمة الشوط بشكلها الجميل بأدائها الفنان، من تسيطر على مقدمة الشوط في هذه اللحظة. عبيد بن نصيب بن عتيق السبوسي من يقدم شعاره من يدفع بأثير في هذا الشوط على المركز الأول والصدارة. بينما هنا شعار الشهواني يتواجد مع الذيبة، راشد بن مبارك بن حمد الشهواني يقدم الذيبة في المركز الثاني. بينما ثالث المراكز
المركز الثالث تنطلق هناك العزلة في المركز الثالث بشعار غصاب بن عبد الله رعطير العامري، والمركز الرابع تحركت في هذه اللحظات شقرة صقر بن راشد بن صقر المريخي قادما بشقرة، بينما في المركز الخامس وصول من الواعية سالم العامر المدهوشي بدأ يقدم شعاره مع الكيلو متر الأخير بانطلاقة الواعية في هذه اللحظة. هذه النتيجة، هذه المراكز الخمس، ولكن عودة إلى المقدمة وأثير على مقدمة الشوط. يلا يا السبوسي اللحظات المثيرة، هذه أثير مع المركز الأول، هذه أثير مع الأمتار النهائية، من تسيطر على مقدمة ومسار هذا الشوط بهذا الانطلاق؟ عبيد بن نصيب بن عتيق السبوسي يدفع بأثير، ولكن هنا المتواجدة الذيبة تبغي حقوقها المنهوبة مع مركز الوصافة، تقتفي آثار أثير بهذا الانطلاق بهذا الاندفاع الممتاز. راشد بن مبارك بن حمد الشهواني يقدم لنا أيضا الذيبة في المركز الثاني، ثالث المراكز هناك المتواجدة هقوى غانم بن مبارك بن راشد الحباب الهاجري، والمركز الرابع وصل هناك المدهوشي مع الواعية في المركز الرابع، ولكن الصدارة الصدارة هنا كثير أثير. اللحظات الأخيرة، اللحظات المثيرة ما بين أثير والذيبة، الذيبة وأثير بين السبوسي والشهواني، ولكن أثير 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 في اللحظات المثيرة. تهانينا والناموس لراعي أثير، سلام يا السبوسي سلام، تهانينا والناموس لعبيد بن نصيب بن عتيق السبوسي اللي قدم أثير في هذا الشوط، تهانينا والناموس، وأسعد الله صباحك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. وهذه أثير تصل إلى خط نهاية معلنة هذا الحضور الممتاز، بينما المركز الثاني وصلت الذيبة راشد بن مبارك بن حمد الشهواني، المركز الثالث وصلت مشاهدين الأعزاء الواعي سالم بن عامر المدهوشي، المركز الرابع كان الوصول هناك من دلايل حمد بن عبد الله بن راشد الزعبي، المركز الخامس المركز الخامس وصلت العزلة غصاب بن عبد الله رعطيرة العامري. هذه هي النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، ولكن أثير على الموعد حضرت بشعار السبوسي، وهذه لحظات الوصول إلى خط النهاية. نتابع التوقيت الزمني مع أثير، لحظة وصولها إلى خط النهاية قاطع الخمسة كيلو متر في فترة زمنية مقدارها 7 دقائق 42 ثانية 30 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لعبيد بن نصيب بن عتيق السبوسي على فوز أثير بالمركز الأول، بينما ثاني المراكز الذيبة والتي أيضا قدمت عرض ممتاز في هذا الشوط بشعار الشهواني قاطع المسافة في 7 دقائق 42 ثانية 99 جزء من الثانية، هو توقيت الذيبة. تهانينا لراشد بن مبارك بن حمد الشهواني، بينما ثالث المراكز من وصلت في المركز الثالث كانت هناك مشاهدي الاعزاء الواعي بشعار المدهوشي في 7 دقائق 49 ثانية 99 جزء من الثانية. تهانينا لسالم بن عامر المدهوشي على فوز الواعية بالمركز الثالث.